الإنسان توفر له اللعبية كيما توا في الفريق ماديا، اللاعبين مظهر لي كان طول السنة باش توا ثقة كبيرة، ثقة كبيرة ياسر. وفوزي البنزرتي وتعملوا لعب معنا دور نهائي بعشرة جوارات فيما بالك تو بالفكتيف هذا ثقة برشا بسهولة تام النادي الافريقي تو بطل تونس بالملعبية وبالمادية تو الموجودة كيف كيف الميم سنتيمون والله فرحنا بعودة المدرب القادير اللي كان بهذا معادو واللي عندنا مع ذكريات طيبة فما متعلقين عليه برشا مال ان شاء الله نشوفوا فوزي بالزرد كيما عودنا قبل سنوات فارطة بالنظيفات بتاعو بالخدمة بتاعو واحنا جمهور النادي الافريقي عندنا ثقة عمياء في فوزي البنزرتي وفرحنا ياسر كي سمعنا فوزي البنزرتي في النادي الافريقي. فوزي البنزرتي نقول لهم راهو قوي برشا وان شاء الله ربي معانا راهو مع جوار الجنة فوزي معانا وعندنا رئيس قوي برشا ان شاء الله ربي معانا نكتب الواد هذا يسير باش نرموها ان شاء الله نكتب فيها جمهور صغير ان شاء الله ربي معانا الحمد لله ربي عندنا رئيس معانا جواريات معانا ان شاء الله ربي معانا ثقة كبيرة في فوزي الحمد لله. دولة بعض الأسماء فما أسماء ضدها احنا مثلا خالد بن يحيى إكزام عليه لا 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 كمش عندها مثال لا 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 على الأخر زيد ونقول لك حاجة فماش منه اللي داروا كلموا خالد بن يحيى لا عليها مرة باهي بوشير إترونجي صحيح زي صغير على الكلوب صراحة نحكيو فوزي أحسن مدرب تونس أربع مرات في البلوك صحيح ما هزش أما وصل إفكتيف صحيح ما هزش أما هالشامبيونات وصل هالشامبيونات 89 و 90 بولاد معناها ما شاء الله جيم بعد ما هزش إفكتيف أما الإفكتيف هذا إن شاء الله ربي معاه معناها ثقتكم كبيرة سنة في الشامبيونات بجديد الإدارة ما غير ما حكيتها مع جمهور الكلوب تفاهمتك معناتها فاهموا بعضهم فاهموا بعضهم فاهموا بعضهم الجمهور والإدارة فاهموا بعضهم الرجل مناسب حاجة جديدة هذه في نادي الإفريقي الإدارة تفهم الجماهير وتفهم شنو الجماهير ما فهمتها خاطر قبل شو عنا احنا شنو كنا في تونس أي فريق في تونس شو يعملوا المسؤولين يخسروا يبدلوا المدرب بسكتوا جمهور ماهوش حبوا ما جابوش فوز بنزرتي بسكتوا جمهور الإدارة بتاعنا جابت فوز بنزرتي بطولة إن شاء الله.